Acabo mi la planeta. من هذه المدينة خرج الأمريكيين مهزومين في العام 1975 وتحديداً في شهر أبريل من، وهي كانت آخر المعاقل التي خرج منها الأمريكيين بعد حرب فيتنام الطويلة والمشهورة، حيث راح ضحيتها الآلاف من الفيتناميين في هذه الحرب، وخسرت أمريكا أيضاً الكثير من جنودها. تعتبر مدينة سايغون أو ما سميت لاحقاً بمدينة هوتشيمين من أكثر المدن الفيتنامية عمراناً وتطوراً، وهي تعد المدينة الثانية بعد العاصمة هانوي، ولكنها العاصمة الاقتصادية لهذا البلد، حيث فيها المباني المرتفعة والعمران الجديد. بقيت هذه المدينة لفترة طويلة تحت الاستعمار الفرنسي قبل أن تسلمها فرنسا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث خاضت فيها حروب شرسة قبل أن يحررها الفيتناميون أخيرا، وتم توحيد البلاد في شمالها وجنوبها، حيث قسمت فيتنام إبان الحرب إلى فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية، وبعد حرب طويلة تم توحيد البلاد وخروج الأمريكيين منها. وصلنا إلى هذه المدينة من خلال رحلة داخلية من وسط البلاد إلى مطار هوتشيمين، حيث ظهرت المدينة من الأعلى يتوسطها نهر، وهذا هو المطار من الداخل، حيث معظم الطائرات هي من شركة وطنية تسمى فيتنام إيرلاينز. وعلى جدول رحلتنا عدة أماكن، أبرزها هي متحف الحرب، وهو عبارة عن ذخائر وغنائم اغتنمتها فيتنام إبان حربها مع أمريكا. بدأت الحرب الفيتنامية الأمريكية في العام 1955 واستمرت إلى العام 1975 لمدة أكثر من 19 عاما، راح ضحيتها أكثر من 2 مليون من الفيتناميين إضافة إلى المعاقين. وهذه هي بعض الأسلحة التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت من دبابات وطائرات وأسلحة متعددة، حصدت من الأرواح ما حصدت وقتها. هذه المدينة تسمى مدينة هوتشيمين، والتي كانت هي آخر معاقل الأمريكيين قبل أن يخرجوا من البلاد وبشكل نهائي. وهذا هو المتحف المعروض للزوار، كما هناك متحف داخلي يعرض آثار الحرب والنتائج التي ترتبت من بعدها من معاقين، ضحايا، مشوهين، وإضافة إلى آلاف القتلى. خرجنا من المتحف وتوجهنا إلى وسط المدينة، حيث هناك مبنى البريد، وهو أحد الآثار التي بقيت إبان الحقبة الفرنسية.
اليوم بدأت السماء تمطر واشتدت الزحمة. تمتاز هذه المدينة بكثرة الدراجات العالية فيها، فعدد سكانها 13 مليون نسمة وتحتوي على 9 ملايين دراجة نارية. معظمهم يعيشون في ضواحي المدينة أو في أحياء خارجها ويأتون للعمل في هذه المدينة كون الإيجارات مرتفعة ولا يستطيعون دفع قيمة إيجار الشقق، وبالتالي الأغلبية الساحقة منهم تأتي صباحا إلى العمل وعند المغيب يخرجون من المدينة أسرابا أسرابا. هوشي ماين في فيتنام، عدد الدراجات